شارع المعز لدين الله بحي الغورية يقع مسجد السلطان الغوري. قام بإنشائه السلطان الأشرف قنصوه الغوري عام 909 من الهجرة، وهو تحفة عصر سلاطين المماليك الجراكسة. ولقد عني السلطان الغوري بهذا المسجد وبالغ في تجميله وزخرفته لكي يزهو على كل ما أنشئ من عمارة في العصور السابقة. في طرف الواجهة أقيمت منارة ضخمة مربعة تنتهي من أعلى بخمسة رؤوس، وفي الجانب الآخر أقام سبيلاً يعلوه كتاب لتحفيظ القرآن الكريم. ويعتبر تصميم المسجد نموذجاً معمارياً لطراز المدارس المملوكية الذي يقوم على أربعة إيوانات متعامدة على صحن أوسط مكشوف، ويضم بجوار المدرسة مسجداً وبيمارستان للعلاج. فرشت الأرضية بالرخام المزين برسوم متنوعة، والشبابيك أيضا مزخرفة بشكل عظيم. ويتصدر جدار الإيوان الغربي صينية مستطيلة توجد بها دكة المبلغ، ويتصل بهذه الدكة سلم يوصل إلى سطح المدرسة والمنارة. أما المنبر فهو من الخشب ويمثل قمة الحفر على الخشب في العصر المملوكي، وقد زينت حشواته بالسلم. حتى كرسي المصحف لم يخلو من الزخارف أيضا. ويضم الإيوان الكبير دولابا لحفظ المصاحف، وقد زينت واجهته بزخارف دقيقة مطعمة بالسن، وقد كتبت عليه آيات قرآنية بالخط الكوفي المربع. الشامخ قد بقي حتى الآن خاويا من جسد صاحبه الذي قتل في معركة مرج دابق على أيدي العثمانيين ولم يعثر على جثته.